أحبائي، من السهل إنه الشخص يتكلم كلام، لكن الرسالة والإرسالية المسيحية مش مجرد كلام. ملكوت الله لم يصر بكلام. من السهل إنه واحد يدعي أي شيء، يدعي نبوة، يدعي كلام، يدعي تميز معين، لكن المحك هو أن يثبت صدق دعوته والشهود المحيطين به ماذا قالوا عنه. وهكذا أحبائي بالنسبة للرب يسوع المسيح، لم يتكلم مجرد أقوال، لكن عندما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي. ولاحظ أنه كان يفتح عيون كثيرة، منهم أعمى بارتيماوس، أعمى أريحة. ومنشوف من كلامه في متى إصحاح 11 العمي يبصرون، أنه كان في كتير عميان أبصروا بقوة الرب يسوع المسيح. والقصة التي تعبر عن قدرة وعن سلطان يسوع المسيح كخالق، شخص مولود أعمى، وشفنا من خلال مقتطفات من فيلم إنجيل يوحنا. وعلى فكرة أنا بشجعك إنك تشاهد كل الفيلم، جميل جدا ومعبر جدا ومأخوذ كلمة بكلمة بحسب بشارة يوحنا. فيك تشاهد هذا الفيلم على السايت، على سايت نور لجميع الأمم، حتى تأخذ فكرة كاملة عن هذا الفيلم.